مسافة 6 كيلومترات كما تشاهدون هنا أفضل توقيت زمني على شاشة أبو ظبي الرياضية، من سجلت التوقيت الأفضل نجدة من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، التوقيت الزمني 9 دقائق 26 ثانية و6 أجزاء من الثانية، هو التوقيت الأفضل في هذه الفترة المسائية. نتابع مسار وتحديات هذا الشوط، المركز الأول مقدمة الشوط، الانطلاق مع الشاهنية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن ضعيف بن غدير مع الانطلاق الأول والاندفاع الأول. المركز الثاني هنالك سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع من يقدم سلهودة على المركز الثاني. المركز الثالث تنطلق مزنة، ومرحبا بك يا مزنة من هجن الرياسة، الفيلسوف أحمد بن ماجد الخيالي من يقدم لنا مزنة على المركز الثالث. المركز الرابع هنالك العنود من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير يقدم العنود على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تتواجد ضحى القادمة على المركز الخامس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي مع المركز الخامس، بينما المركز السادس سلهودة القادمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع يقدم سلهودة على المركز السادس. المركز السابع تنطلق شديدة من هجن الرئاسة مع المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الخيالي، ايضا هنا انطلاق واندفاع ووصول من شعار هجن الرياسه مع ندى من هجن الرياسه مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، وايضا انطلاق هنا الطياره من هجن الرياسه صالح بن سعيد جاب العرج المري يقدم الطياره على المركز التاسع. المركز العاشر هنالك من الجانب الايمن مع الشاهنيه لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التغمير والمتابعة. 10 أسماء 10 شعارات تنطلق معنا على مسار وتحدي هذا الشوط مع الأسماء الأولى والمراكز المتقدمة، لكن نعود هناك، نعود مع التحديات، نعود مع الأسماء القوية التي تشكل لنا رحلة مميزة، رحلة جميلة على مقدمة الشوط مع الـ4 الأسماء الأولى المقدمة والصدارة هنالك مع سلهودة. سلهودة تحتل المركز الأول، سلهودة تسيطر على مقدمة هذا الشوط، تعود ملكية سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع من يقودها في عملية التضمير والمتابعة. المركز الثاني وصلت الآن وانطلقت هنا مزنة من هجن الرياسة مع المضمر الخطير ورجل المهمات الصعبة أحمد بن ماجد الخيالي يقدم مزنة، مزنة الخير، مزنة العطاء على ثاني التحديات. يا سلام يا سلام، المقدمة هنالك، المقدمة مع سلهودة، والمركز الثاني مع مزنة. المركز الثالث وصل شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع ضحى، ضحى المنطلقة مع الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي يقدم ضحى على المركز الثالث. المركز الرابع الشاهنية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن ضعيف بن غدير على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك العنود من هجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير على المركز الخامس. إذا هذه النتيجة الـ5 الأسماء الأولى، الـ5 المراكز المتواجدة هنا المعلنة عن انطلاقها وعن تحدياتها من أجل الفوز، من أجل الانتصار، القيادة والريادة مع المركز الأول مع ضحى، ضحى على مقدمة الشوط. يا سلام يا ضحى، انطلقت الآن لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي، الزعيم العيناوي يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. المركز الثاني هنا سلهودة على ثاني التحديات، تنطلق سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يتقدم هنا طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والمتابعة. المركز الثالث مزنة القادمة من هجن الرياسة المضمر أحمد بن ماجد الخيالي على ثالث التحديات، ولكن من غيرت الآن، غيرت العنود إلى المركز الثاني، وصلت واحتلت المركز الثاني، تعود ملكية العنود لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير من يقدم لنا العنود. مزنة تحتل المركز الثالث من هجن الرياسة. المركز الرابع هنالك الشاهنية
لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم حمد بن طعيف بن خضير. المركز الخامس هنالك سلهودة من الجانب الأيمن لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع من يحتل المركز الخامس، بينما المركز السادس وصلت شديدة، مرحبا بك يا شديدة من هجن الرئاسة مع المميز مبارك بن احمد بن ماجد الخيلي. بينما المركز السابع، المركز السابع ندى من هجن الرئاسه الظافر علي بن جميل الوهيبي يقدم ندى على المركز السابع. المركز الثامن وصلت هنا وانطلقت الطياره من هجن الرئاسه، صالح بن سعيد بالعرج المري يقدم الطياره مع المركز الثامن. المركز التاسع هنالك الغزيل من هجن العاصفه، حمد بن راشد بن حمد بن غدير يقدم هذا الاسم الجميل الغزيل على المركز التاسع. المركز العاشر سلهودة القادمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والمتابعة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع لوحة الكيلو، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير ومقدمة الشوط مع ضحى على المركز الأول، ضحى المسيطرة، ضحى المنطلقة على صدارة هذا الشوط. تعود ملكية ضحى لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس الجنيبي يقدم لنا ضحى. المركز الثاني امبراطورية العاصفة مع المركز الثاني، انطلقت العنود من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث شعار هجن الرئاسة مع مزنة القادمة مع رجل الخطوط النهاية احمد بن ماجد الخيلي يقدم مزنة على المركز الثالث. المميز يصل مع المركز الرابع، وايضا الشاهني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، حمد بن ضعيف بن غدير. ولكن مقدمة الشوط الصراع الكبير، التحديات الأخيرة، مقدمة الشوط ضحى على المركز الأول، ضحى والعنود، العنود وضحى، ولكن ضحى لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس الجنيبي، والعنود من هجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير. اللحظات الأخيرة، لحظات الفوز والانتصار، الله ضحى والعنود، العنود وضحى، ضحى والعنود، العنود وضحى. اللحظات الأخيرة، لحظات الفوز والانتصار، العاصفة أم الشعار العيناوي، ولكن ضحى. تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على هذا الفوز والانتصار. التهاني والناموس للمضمر محفوظ الخميس الجنيبي على فوز ضحى بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت العنود من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث الغزيل أيضا من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع وصلت مزنة من هجن الرئاسة مع رجل الخطوط النهاية أحمد بن ماجد الخيلي. المركز الخامس وصلت مشاهدينا ومتابعي الكرام شديدة من هجن الرئاسة مبارك من أحمد بن ماجد الخيلي من وصل مع المركز الخامس. إذا تهانينا والناموس لشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على فوز ضحى بالمركز الأول. التهاني والناموس للزعيم العيناوي محفوظ بن خميس الجنيبي. التوقيت الزمني والنقطة الثالثة لهذا الشعار 9:28، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت العنود من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، 9:28، 8 أجزاء من الثانية. المركز الثالث الغزيل من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. التوقيت الزمني 9 دقائق كما تشاهدون على شاشة أبو ظبي الرياضية. لحظات وصولها قاطعة مسافة 6 كيلومترات 9 دقائق 32 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.